عريسة قواعد. ما هذه الثياب المنشورة على باب هذه الدار؟ أو غسيل منشور أم ثياب معروضة للبيع؟ لا هذا ولا ذاك يا أستاذ، بل هو بيت نحوي شهير الكسائي. الكسائي، إذا هي دار أبي الحسن علي بن الحمزة المشهور بلقب الكسائي. إنه كان إمام الكوفيين في اللغة والنحو. ولكن لماذا وضعوا على باب داره 15 قنينة حبر؟ لأنه مشهور عن الكسائي أنه أنفد 15 قنينة حبر في تدوين أصول اللغة والنحو التي تلقاها عن الأعراب أثناء جولاته الدراسية في بوادي الحجاز ونجد وتهامة. إلى هذا الحد كان احترامهم للغة يدفعهم لبذل مثل هذه التضحيات؟